وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح كده يا سوري؟ اه واضح يا دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا احنا النهارده يعني هنحاول كده خلال نص ساعه ان شاء الله ان احنا نعرض الفكره بتاعت الدوره التدريبيه اللي هي تم الاعلان عنها يعني. بس في البدايه انا هحب بس اوضح ان البرنامج التدريبي بيبقى دايما ليه مستهدف، يعني اي برنامج تدريبي بيبقى فيه اهداف لازم نحققها يعني. فحابب اتكلم في الاول بس فكره الاهداف، يعني دلوقتي احنا بنتكلم على دوره اساسيات استثمار في اسواق مال، ومجال سوق المال هو مجال يعني مش جديد، لكن في نفس الوقت احنا بنقول ان البورصه المصريه او سوق المال في مصر سوق ناشئ، وبقى لنا فتره طويله يعني بنتكلم في فكره ان السوق ناشئ، لان يعني ما فيش اهتمام كبير بالنسبه للناس تستثمر فلوسها في البورصه. فقبل بس ما نخش في تفاصيل الدوره ونتكلم على الدوره، لازم نميز الاول احنا هناخد الدوره التدريبيه ديت ليه. ده كان نقطه مهمه يعني، او كانت نقطه مهمه بالنسبه لي ان انا ابتدي بيها الحديث. طبعا انا برحب بكل الناس الموجوده على الروم دلوقتي، بس عايز الاول يعني نعرف احنا يعني حتى من خلال الشات او ممكن من خلال المايك نعرف يعني احنا خريجين، الهدف بالنسبه لنا ايه بالنسبه للدوره. في ناس مثلا لسه بتدرس عايزين ناخد الدوره التدريبيه ديت، يعني نحاول برضه يعني نسمع الاول الاراء وعلى اساسها نبتدي نتحرك، علشان مش مثلا الكلام موجه لفئه معينه، سواء مثلا حد عايز يستثمر في البورصه او فئه ثانيه اللي هي لسه بتدرس يعني سوق مال وعايزه تشتغل في مجال سوق المال. فيهمني في البدايه يعني اعرف المجموعة اللي موجودة على دوم دلوقتي توجهاتها ايه؟ حتى ممكن من خلال الشات او من خلال المايك. اللي مش هيقدر يفتح المايك ممكن يعني يبعت على الشات على طول، يعني مثلا يعني خريجين، ناس لسه طلبة. تمام. طيب عموما يعني طالما الامور لسه برضه تمام، طيب انا هحاول يعني ان ربنا ييسر الامور في خلال العرض دوت. في خلال العرض دوت هنحاول نعمل توازن ما بين الحلقات. طيب ايه هما الحالتين؟ يعني خلينا نتكلم كده من الاول خالص، ايه هما الحالتين اللي احنا ممكن نتعرض لهم؟ اول حاله ان حد عايز يستثمر فلوسه في سوق المال، او حد حابب فكره ان هو يشتغل مدير استثمار. وكلمه مدير استثمار دي يعني انا بقولها كده بس هي كلمه كبيره جدا، يعني فكره ان انت تدير استثمار في الاوراق الماليه ده حاجه مش بسيطه. في ناس بتبقى توجهاتها كده، يعني هو مثلا هو ساعه الدراسه بيبقى شايف ان هو عايز يتخصص مثلا في مسار اداره الاعمال من الاول خالص. طبعا اداره الاعمال داخل فيها فكره الاستثمار والتمويل والفروع اللي هي مرتبطه بالتحليل المالي وهكذا يعني. ففي ناس بتبقى ماشيه في الاتجاه دوت على اساس ان هو يتخصص في المجال لغرض ان هو يستثمر فلوسه. تمام. وفي ناس ثانيه عايزه تتعلم من باب العلم بالشيء، يعني مثلا هو دلوقتي عنده استثمارات في البورصه والاستثمارات ديت هو بيتابعها من وقت للتاني وبيشوف الامور ماشيه ازاي، ممكن حد بيتابعها له حد بيساعده، بس هو هيفكر ان هو يدير استثماراته الخاصه يعني، يعني يبقى حاجه برايفت ليه هو. وفي ناس نوع ثالث ناس عايزه تشتغل في المجال، تشتغل بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يبقى موظف مثلا في البورصه المصريه، موظف في الهيئه العامه للرقابه الماليه، موظف في شركه مصر للسمسره، موظف في احدى شركات السمسره. فدي الانواع اللي احنا ممكن يعني نتعرض لها واحنا بنشتغل مع بعض في برنامج تدريب. ليه؟ لان وارد ان اللي جاي اللي قاعد او اللي حاضر بيبقى عنده هدف معين عايز يحققه، والاهداف مش هتخرج بره الثلاثه اللي انا اتكلمت عنها. ان حد عايز يتعلم علشان يبقى مثلا في يوم من الايام مدير استثمار، بيدير محافظ استثماريه، بيحاول يعني
يشتغل في المجال بشكل او باخر، سواء محلل مالي او محلل فني، او يعني بيقرب من فكره ان هو مثلا يبقى عنده، يعني نقدر نقول ايه، عنده معرفه باكثر من قطاع من القطاعات اللي موجوده، ويبتدي بعد كده قدام شويه يقول مثلا ممكن اتخصص في حاجه من الحاجات دي. ده نوع. في نوع تاني اللي هو، او يعني شريحه تانيه، اللي هم عايزين يتابعوا السوق او يتابعوا الواقع اللي بيحصل في السوق المصري، ومن خلال المتابعه دي يبتدي يتابع استثماراته ويشوف لو هو عنده حاجه بيشتريها كاسهم وعايز يبيع، وبعد كده يستنى يشوف فرص البيع مناسبه ولا مش مناسبه. وطبعا من الاول خالص لو هو اخذ قرار سليم في فكره الشراء هيحقق اكيد نتائج مظبوطه. فدي حاجه بتبقى برايفت شويه، هو بيدرس عشان يشوف استثماراته الشخصيه، مش يدير حد استثماراته. ده النوع الثاني او الشريحه الثانيه. والشريحه الثالثه اللي هي بيبقى حد عايز يشتغل في، يعني يتعلم يدرس علشان يشتغل في احدى الوظائف اللي موجوده، سواء بقى في زي ما قلت في الجهات اللي هي التنظيميه او الجهات الاشرافيه، سواء البورصه المصريه او الهيئه العامه للرقابه الماليه او مصر المقصه او شركات السمسره، او في وظائف بتبقى موجوده مثلا يعني في بعض الاماكن، زي مثلا فكره ان كل شركه من الشركات الاستثماريه الكبيره عندها مسؤول علاقات مستثمرين، فلازم يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. هتقول لي مثلا شركه زي طلعت مصطفى، زي هرمس، زي مثلا مصريه اتصالات، سيدي كبير، امو، كل شركه من الشركات ديت نسمع عنها معظمنا يعرفها، يعني الشركات ديت بتبقى مدرجه في البورصه، ولازم يبقى فيه من ضمن الوظائف اللي موجوده في الشركه وظيفه لشخص معين يبقى هو اللي مسؤول عن علاقات المستثمرين. فالراجل ده بيبقى فاهم برضك يعني ايه بورصه ويعني ايه اسهم والدنيا ماشيه ازاي. ولا دي وظيفه. في برضك وظائف تانية ممكن تكون يعني غريبه شويه على البعض، ان احنا عندنا مثلا في كل محافظه في حاجه اسمها اداره الاستثمار الخاصه بالمحافظه. اداره الاستثمار دي بيبقى فيه برضك حد بيفكر ان هو ممكن يعني ياخد جزء من الاستثمارات او الموارد الماليه المتاحه للمحافظه دي ويبتدي يديرها عن طريق ان هو يشتري اسهم او يشتري سندات وهكذا. فطبعا دي الاهداف الاساسيه. طبعا احنا في الاول انا ابتديت بالكلام دوت ليه؟ على اساس ان احنا ايه، لما بنيجي نشرح الحاجه نبقى فاهمين احنا عايزين نوصل لايه؟ يعني ما تبقاش مثلا الموضوع قايم على ان احنا بنحضر وخلاص، لا، كل واحد يحط في دماغه هدف، ولو الهدف دوت يعني توافق مع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي خلاص يبقى معنى كده ان احنا ممكن نحقق الهدف. تمام؟ طيب الدوره التدريبيه ايه فكرتها، او احنا يعني اسسنا الموضوع دوت ليه؟ على اساس ان احنا ايه، خلال يعني الفتره اللي فاتت لاحظنا ان في مجموعه كبيره جدا مهتمه بالاستثمار في سوق المال، ده في الاول خالص مهتمه بالاستثمار في سوق المال ومش عارفه الاجراءات تمشي ازاي. فابتدينا نجمع النقط المهمه وحاولنا نحطها في عدد ايام محاضرات بعدد ساعات على شكل هيئه دوره تدريبيه. وزي ما قلت لكم ايه، كل حد هيبقى موجود او كل حد هيحضر بيبقى ليه هدف في ذهنه وعايز يوصل يحقق الهدف. طيب ايه عناصر الدوره التدريبيه، انا اسف، ايه عناصر الدوره التدريبيه اللي احنا هنتكلم عنها؟ يعني اول حاجه لازم نفهم ان احنا مقسمين البرنامج لمحاضرات، هما 5 محاضرات، فكل محاضره بتتناول مجموعه من العناصر او المواضيع. كل موضوع من المواضيع ديت يعني بيمثل لنا شخصيا اهميه. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا عن المحاضره الاولى وبالتفصيل كده واحده واحده، نقول يعني ايه الفرق ما بين الاستثمار والادخار. انا يمكن هتطرق للمحاضره وموضوع المحاضره لان النقطه دي بالذات نقطه مهمه جدا. في ناس عندها لبس كبير في فكره ان هو يعني انا بستثمر ولا بتدخل. فعلشان نميز الموضوع لازم نقول انا الفلوس اللي معايا ديت محتاجها ولا مش محتاجها، ده في الاول خالص. في تعريف الاستثمار، التعريف النظري للاستثمار هو تراكم الاصول او تضحيه بمنفعه حاليه من اجل يعني ايه منفعه مستقبليه. تمام؟ طيب ده فكره الاستثمار. طب لما نيجي نتكلم على ان احنا بنستثمر ليه، ما بقولش استثمر مثلا في ظرف يوم او يومين او 3 ايام، ده ما يعتبرش استثمار. احنا كده هنا يعني ايه بنحاول نعمل عمليات يعني مضاربه بشكل سريع. وده الفرق بين الاستثمار والمضاربه. فالاستثمار هو ان انا بحاول اوفر او ادخر
مبالغ ماليه خلال فتره زمنيه قصيره، واستخدم الفلوس ديت او الاموال ديت لاستثمار طويل الاجل او قصير الاجل او متوسط الاجل. القصير هنا مش معناه يوم او يومين، ده كده احنا دخلنا في عمليه مضاربات، لكن احنا بنتكلم في القصير مثلا في حسبه 3 شهور، المتوسط مثلا في حسبه 6 شهور سنه، بعد كده لو زاد عن كده يبقى سنتين ثلاثه، يبقى دخلنا في فكره الاستثمار طويل. ده استثمار، وزي ما قلت احنا بنضحي بمنفعه حاليه من اجل منفعه مستقبليه. الادخار بمنتهى البساطه ان انا احافظ على قيمه الفلوس بتاعتي. الادخار ان انا احافظ على قيمه الفلوس، يعني ايه احافظ على قيمه الفلوس؟ اولا لازم نميز ما بين القيمه والسعر. القيمه ان الحاجه تفضل بقيمتها، يعني زي الذهب كده ليه قيمه، الذهب لو ركناه 20 30 سنه هيحتفظ بقيمته. هيحتفظ بقيمته ازاي؟ ان انا دلوقتي لو جيت بعت الذهب دلوقتي مثلا بالجرام ب 700 جنيه او 780 جنيه وحصلت اي مشاكل في البلد او اي مشاكل في الاقتصاد وسبت الذهب ركن، هقعد لي مثلا حسبه 20 سنه كمان وارجع له بعد الفتره ديت هلاقي ان سعره زاد، بس هو كده محافظ على القيمه، هو ما حصلش فيه اي تعديل، هو بيحافظ على القيمه بتاعته، واحنا بنسميه حتى وعاء للقيمه. فلازم نفهم ان انا لما باجي ادخر بدخر علشان احافظ على قيمه الفلوس بتاعتي. استثمار يعني انا ازود القيمه ديت او ازود، يعني مثلا ما هي يعني ممكن انا اخد مثلا قطعه ذهب دلوقتي واشتغل بيها وابتدي ازود قيمتها، وبدل ما القطعه تبقى قطعه واحده تبقى قطعتين وثلاثه واربعه، يبقى انا كده زودت الكميه اللي انا بشتغل بيها. تمام؟ الحته دي مهمه، وفي ناس كتيره جدا عندها لبس ما بين فكره ان انا استثمر ولا ادخر. انت لما تحط فلوسك في البنك انت كده بتدخر. ليه بتدخر؟ لان فلوسك ما زادتش، انت بتحافظ على قيمتها فقط لا غير. ازاي؟ ان انت بتحط فلوسك في البنك دلوقتي النهارده مثلا، انت احنا في شهر اغسطس هتحط مثلا 100,000، هتيجي السنه الجايه في شهر اغسطس 2022 هتلاقي ان ال 100,000 دي زادت 11% فقط لا غير، 11,000. طيب بقت 111,000، كده فلوسك زادت؟ لا ما زادتش خالص، ما زادتش نهائي. ليه؟ لان احنا بيحصل عندنا حاجه اسمها انفليشن، تضخم. فالتضخم دوت يا دوبك خلى ان ال 100,000 دلوقتي هي ال 110,000 بعد سنه. لو كنت هتجيب بيها دلوقتي سلعه بعد سنه هتجيب ب 111,000 نفس السلعه. ده نوع من انواع الادخار. تمام؟ فما فيش مفيش استثمار، مفيش انفستمنت. طبعا لما يجي حد يقارن يقول لي انا هستثمر فلوسي بحط فلوس في البنك، ده كده ما يبقاش استثمار. تمام؟ كده نوع من انواع الادخار فقط لا غير. انا دخلت في الجزئيه ديت عشان بس نميز ما بين المسميات اللي انا هتكلم عنها دلوقتي كتير. في المحاضره الاولى هنشرح طبعا ان انا قلت دوت باستفاضه اكتر، وبعد كده هنتكلم على فكره السوق والمفاضله ودرجه المخاطر وانواع المخاطر والسيستماتيك ريسك اللي هي المخاطر اللي هي المنتظمه والان سيستماتيك ريسك اللي هي غير منتظمه. وهنتكلم على فكره سوق المال واهميته بالاقتصاد، ولما بيحصل اي نوع من انواع المخاطر اللي انا ممكن اسيطر عليها او اللي انا ما اقدرش اسيطر عليها، انا كمستثمر ايه وضعي؟ اقدر اتصرف ازاي؟ يعني اغير من مجال لمجال، شايف مثلا دلوقتي في مجال وفي مشكله ممكن انقل الاستثمار دوت مثلا من قطاع زي قطاع الصناعه او قطاع مثلا خاص بالعقارات مثلا، لا وننقل لقطاع تاني، مع ان العقارات دلوقتي شغال، بس في ناس تقول لك ايه اللي شغال دلوقتي احتمال مثلا بعد 10 سنين يبتدي الوضع بتاعه يبتدي يتغير، فانا عايز حاجه تبقى ليها مستقبل لان انا بشتري المستقبل. طب ايه الحاجات اللي ليها مستقبل دلوقتي؟ مثلا قطاع زي قطاع الخدمات الماليه، انا شايف ان قطاع الخدمات الماليه ليه مستقبل، وقطاع العقارات ممكن يجي مثلا بعد 3 4 سنين يحصل تشبع فخلاص مش هيشتغل. الحته دي مهمه قوي، يعني على عكس المنطق، على عكس المنطق احنا بنفكر فيها بالمقلوب. ازاي؟ انا بقول ايه ده قطاع العقارات شغال، طب هو في المستقبل شغال ولا مش شغال؟ ما هو عمره ما هيفضل شغال لمدى الحياه، هيجي بعد فتره يبتدي يحصل فيه يعني دروب او يبتدي ينزل شويه. قطاع الخدمات الماليه دلوقتي بيبتدي يطلع، فممكن خلال السنين الجايه يطلع اكتر من قطاع العقارات. هي دي فكره المفاضله. ودي عكس المنطق، يعني انت لما تيجي تقول انا هشتري قطاع الخدمات الماليه دلوقتي علشان هو مستقبله احسن، طب ما انت عندك قطاع العقارات شغال دلوقتي افضل. يعني برضك دي حته مهمه قوي. وقطاع الخدمات الماليه شغال وكل حاجه، بس احنا بنتكلم على المستقبل بتاعه، مستقبله هيتحسن. هنتكلم طبعا عن الفرق بين النظام المصرفي واسواق المال. ايه علاقه البنوك بالبورصه؟ احنا دايما لو في حد متابع يوم ما بيحصل اي اجازه في البنك، في اي بنك من البنوك طبعا بناء على قرار البنك المركزي
بناخد عندنا احنا اجازه في سوق المال اوتوماتيك، يعني الاثنين مرتبطين ببعض. الاثنين مرتبطين ببعض، في عمليات متصله بتتم ما بين الطرفين. في عمليات متصله بتتم ما بين الطرفين. هنتكلم بعد كده على انواع الاوراق الماليه، سواء اسهم او سندات او صكوك، وفكره الفرق ما بين السهم والسند والصك. الصكوك طلع لها قانون حوالي 3 شهور تقريبا. القانون دوت بيتكلم على فكره الصكوك السياديه، اللي هي كانت في الاول اسمها الصكوك الاسلاميه، فشالوا كلمه اسلاميه وحطوا كلمه سياديه. في قانون اللي هو قانون 10 سنه 2013 ده كان بيتكلم على الصكوك الاسلاميه. طبعا القانون اتغير وبقى اسمه الصكوك السيادي. دي حاجه جديده شويه، ما حد، ان في ناس كتير ما تعرفهاش غير المتخصصين، بس برضك لازم نميز ما بين فكره السهم والسند والصك. دي كانت نبذه عن المحاضره الاولى. المحاضره الثانيه بتتكلم على فكره النظام بتاع التداول ماشي ازاي. يعني انا دلوقتي بقابل ناس كتير جدا، ده كمان شهر رمضان اللي فات لما عملوا دعايه، وقبل منها كان في دعايه برضه حمله دعايه للبورصه. لما اجي اتكلم على ان الناس عايزه تستثمر فلوسها في البورصه، فالناس دايما بترد الطلب بسؤال، طب يعني ازاي؟ يعني هي فكره ازاي انا هستثمر فلوسي في البورصه؟ البنك مفهوم ان انت هتروح تخبط على البنك تقول له انا عايز احط فلوسي عندك، الموضوع سهل. وعلى فكره بتفتح حساب في البنك، يعني بتروح البنك الاول بتفتح حساب، وهو عباره عن عقد، بس الناس ما بتركزش. يعني هو عقد ما بين البني ادم اللي هو رايح، اللي هو الشخص اللي هو عايز ياخد الخدمه البنكيه او المودع، خلاص، والبنك هو عقد ما بين طرفين. انت بتروح وبتمضي على العقد دوت وبتفتح حسابه، والموضوع بيمشي بطلب فتح حساب في البنك، هو تعاقد في الاول وفي الاخر. نفس القصه عندنا برضك، احنا لما بنقول للناس تعالوا استثمروا فلوسكم في سوق المال، احنا بنقول لهم تعالوا اختاروا شركه اوراق ماليه ويفتحوا حساب في شركه الاوراق الماليه دي، لان شركه الاوراق الماليه او شركه التداول في الاوراق الماليه او شركه السمسره هي في الاول وفي الاخر هي شركه بتمثل القطاع. يعني ايه بتمثل القطاع؟ يعني انا مثلا ما ينفعش مثلا اروح استثمر من خلال البورصه المصريه تريك دايركت. ما ينفعش اروح للبورصه اقول لهم والله انا عايز اشتري اسهم او ابيع اسهم، فلازم الاول اروح لشركه السمسره. شركه السمسره هي تعتبر انترفيس بتاع القطاع. ويعني مشكله ان شركات السمسره كتيرة جدا، فالناس بتبتدي تفاضل ما بين شركة وشركة، طب أنا هروح الشركة دي ليه؟ وهسيب الشركة دي وأروح لشركة تانية ليه؟ وهكذا. بس في الأول وفي الآخر كلهم بيقدموا نفس السيرفيس اللي هي المفروض اللي هي بتساعدك إن أنت تبتدي تشتغل تشتري وتبيع. يعني أنا بروح شركة السمسرة علشان أفتح حساب، ومن خلال الحساب دوت بعمل عمليات الشراء وعمليات البيع. وشركة السمسرة هي من اسمها وسيط سمسار، بياخد الأوامر من المشتري ينقلها للبورصة، وياخد الاوامر من البياع ينقلها للبورصه، والبورصه يبقى عندها دلوقتي، البورصه المصريه يبقى عندها دلوقتي الاوامر اللي جايه لها من كل الشركات اللي موجوده في مصر، شركات السمسره، وتبتدي البورصه تعمل عمليه الماتشنج او عمليه التوفيق ما بين اوامر الشراء واوامر البيع، والعمليه تتنفذ. يعني اللي بينفذ دلوقتي هي شركه السمسره. معلش اللي بيقول بس، حد بس كاتب على الشات الصوت بيقطع، هو الصوت بيقطع عند الكل ولا يعني رجاء بس حد يكتب لنا على الشات الصوت بيقطع عند الكل، يعني في ازمه ولا عند حضرتك بس زارين؟ طيب هو في حد زي ما كتبت ان الصوت واضح، فبالتالي يبقى المشكله عند حضرتك بس زارين. تمام، طيب نرجع لموضوع موضوعنا. فالمحاضرة الثانية كل هدفها إن إحنا نفهم الدنيا ماشية إزاي. وعلى فكرة على قد ما الموضوع ده بسيط، وعلى قد ما هو فيه جايد كتيرة جدا ممكن ترجع لها تشرح لك الفكرة، لكن الناس في الأول وفي الآخر عندها دايما نوع من أنواع القلق. يعني زي ما بيحصل مثلا في إيه؟ أنا مثلا دلوقتي إيه، عايز أروح أفتح حساب في بنك. في ناس بتاخد الموضوع بالمعكوس، يقول لك أنا هفتح حساب مثلا في بنك أجنبي. سي أي بي مثلا أو بنك قطر، حاجة كده. فبياخد الفكره يقول لك انا عايز بنك يعني يكون المعامله بتاعته معامله رقيقه والدنيا شكلها ماشيه بشكل ظريف. تمام؟ وفي ناس تقول لك انا اروح للبنك الحكومي. وعلى فكره ده المتبع، ده الغالبيه العظمى يعني، يعني بنك الاهلي ده بنك الشعب فعلا، بنك اهل مصر فعلا، وبنك مصر ده بنك اهل مصر فعلا يعني. عدد العملاء كبير جدا، حجم المعاملات كبيره جدا. ارباح طبعا فلكيه، مش ارباح عاديه يعني. بس في ناس تقول تختار شركه، تختار البنك بناء على الاسلوب اللي هيتعاملوا مع البنك.
وممكن البنك دوت ياخد منك يعني رسوم اعلى، بنك الاجنبي ياخد رسوم اعلى، وده ده اللي بيحصل فعلا ما بين عن البنوك المصريه. في شركه السمسره نفس الموضوع برضه، ففي ناس ما بتبقاش ما عندها خلفيه، يعني مش فاهمه القصه دي ماشيه ازاي. احنا برضك في المجال عندنا في شركات تعتبر الشركات اللي هي بتتعامل مع الناس بشكل يعني بسيط والامور بتمشي، وفي شركات ثانيه ليها معامله مختلفه شويه. هنتكلم برضك عن الخطوات بقى كلها بالنظام، بدايه ما نبتدي نشتغل لغايه ما نوصل لفكره ان احنا اشترينا اسهم، وبعد ما اشترينا اسهم او على اي اساس اشترينا؟ يعني الحته دي مهمه قوي برضك. انا على اي اساس اشتريت؟ يعني انا شفت ايه خلاني اشتري؟ يعني المؤشرات زي مثلا مؤشر اي جي اكس او مؤشر سواء اللي هو السيرف اللي هو ال 30 او مؤشر ال 70 او مؤشر ال 100، شايفهم بيقولوا ان السوق طالع، او بفتح التلفزيون سمعت ان السوق طالع، او قعدت مع حد على القهوه قال لي ان السوق طالع، او في حد من زمايلي من زمايلي او اصدقائي قال لي ان السوق طالع، كل ده كلام انا عمال اسمع. طيب انا على اي اساس هشتري؟ ما دي نقطه مهمه برضه. فاحنا بنتكلم ان في ادوات ممكن لو احنا استخدمناها تحاول تظبط لي الدنيا شويه. انا مش عايز بس اخش في التفاصيل في اول سيمينار او اول يعني لقاء، بس انا هحكي لكم كده قصه بسيطه حصلت بقالها 3 4 ايام. من يوم الخميس اللي فات او يوم الاربعاء اللي فات طلع خبر ان في تعديل هيحصل على القيادات المسؤوله عن سوق المال في مصر، سواء رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه او رئيس البورصه المصريه. الناس تفاعلت مع الخبر دوت، في ناس بتقول ايه طالما في تغييرات فمعنى كده اكيد ان لازم التفاعل يبقى ايجابي، دي حقيقه فعلا ايا كان نوع التغيير فالتفاعل بيبقى ايجابي. يعني انا دلوقتي لو جيت نزلت خبر دلوقتي قلت ان الحكومه المصريه هيحصل فيها تعديل وزاري موسع، هيبقى لازم يبقى في انعكاس ايجابي على البورصه المصريه. تمام؟ طبعا البورصه او المستثمرين ابتدوا يمتصوا الخبر دوت بنوع من انواع التفاؤل، اللي هو فكره ان احنا عندنا تعديل في القيادات، مع احترامنا ليهم يعني كل حاجه، بس الناس قابلت الموضوع بالشكل دوت اللي هو في تغيير هيحصل فبالتالي في حاجه ايجابيه. مع ان منطقيا ان اي تعديل لازم يتم، لازم نعرف الاول التعديل دوت هيتم ازاي، يعني بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو في مدير لمنتخب، الراجل ده كان كويس جدا وشغال كويس جدا وبيحقق نتائج كويسه مع الفريق اللي مسؤول عنه، والراجل دوت احنا شلناه وقلنا هنجيب حد تاني، طب انا ما اقدرش اقول هو ايجابي ولا سلبي غير لما اشوف الحد التاني ده هيعمل ايه. فالناس عندنا اتسرعت فقالوا ايجابي، فالمهم ايجابي. جينا النهارده الحكومه قررت تجيب نفس الناس اللي كانت موجوده قبل كده، عملت لهم نوع من انواع التجديد، يعني هو كل اللي حصل قرار بتجديد عام للدكتور فلان للدكتور فلان وتم التجديد. التجديد هنا خلى الناس تقول يعني يجي لها نوع من انواع الايه؟ الباد نيوز شويه، يعني خبر يعني ايه مش ظريف حبتين. فطبعا انعكس على البورصه ان الناس ابتدت ايه يعني التفاؤل ده ابتدى يقل، فالسوق ابتدى ينزل. طيب مع احترامنا لكل الاطراف، بس هو في حاجه الخبر دوت احنا كنا عارفين تبعياته، يعني احنا مثلا كنا عارفين ان اللي جاي دوت اخباره ايه، كويس ولا مش كويس، هيقدر يدير ولا مش هيقدر، احنا تفاعلنا بس لمجرد حدث معين، بس تفاصيل الحدث ايه احنا مش عارفينها. فالناس مشت على الصوره الكبيره، ما دخلتش في التفاصيل. ده بيأثر، وده احنا ده نوع من انواع الفاندمنتال، وكمان خاص بالنيوز بالذات، يعني نوع من انواع التحليل الاساسي خاص بالتحليل الخبري او الاخباري او الاخبار او الانفورميشن، البيانات او المعلومات. ف انا ما اقدرش اشتري وابيع من غير ما ابقى فاهم البيز دي او الاساس دي او الاساسيات. في تحليل تاني اللي هو التحليل المالي، ده بيتكلم على القوائم الماليه، وفي التحليل التالت اللي هو بيتكلم على الرسم بتاع حركه السعر اللي هو احنا بنسميه التكنيكال اناليسيس اللي هو التحليل الفني. برضك لازم نفهم يعني ايه ده وده وده. طبعا هناخدهم واحده واحده بعد كده. بدايه ده طبعا ده التحليل الفني. والرسم دوت ده يعني رسم بسيط جدا، وعلى فكره على قد ما بنبسط في تحليل حركه السعر على قد ما بنقدر نتوقع نتائج ايجابيه. الرسم ده اظن بقى له حوالي شهر، واللي حصل فعلا ان سعر وراسكم الاستثمار القبضه ابتدى يعني يرتد شويه من اليوم اللي احنا كنا بنتكلم فيه. لان هي حاجه سهله
واضحه ما فيهاش جدال. ده اسمه تحليل فني. طبعا ده هنبقى نناقش ده تحليل فني برضه للذهب. وكويس ان انا فتحت البص الرسم دوت. ده كان معمول اللي كان فيه سيمينار من حوالي شهر اظن، وكنا بنتكلم نتنبأ بحركه الذهب خلال الفتره الجايه. فعلا سعر الذهب ابتدى ينزل، الذهب نزل امبارح، الذهب ابتدى ينزل امبارح، ونتوقع ان هو يبتدي ينزل اكتر من كده، حاجات بسيطه. التحليل المالي هو مرتبط بتحليل القوائم الماليه. هنمسك قوائم ماليه هنحللها، ونمسك مثلا بنك، ونمسك شركه، ونشوف الفرق ما بين القوائم الماليه بتاعت البنك والقوائم الماليه بتاعت الشركه. لما اجي اتكلم على التحليل ما بقدرش اقول ان انا هحلل القوائم الماليه كلها على بعضها في المحاضره، لا، انا بحاول اشوف افضل عناصر انا ابص عليها علشان اقول في الاخر يا ترى الاداء المالي بتاع الشركه دي اداء ايجابي ولا اداء مش ايجابي. المحاضره الثالثه طبعا زي ما انا قلت هتكلم على التحليل المالي وقاعده الاخبار بشكل مبسط. والمحاضره الرابعه هتتكلم على التحليل الفني، ازاي نقدر ناخد قرار شراء، قرار بيع، على اي اساس هشتري، امتى اشتري وامتى ابيع. يعني لما السعر ينزل عند مثلا مناطق الدعم اللي هي السبورت بالنسبه لي، دي تعتبر نقطه شراء ولا استنى لغايه ما يحصل زي بدايه صعود ويبتدي بعد كده السعر ياخد الاتجاه الصاعد ويبتدي بعد كده خلاص انا متاكد ان انا عكست الاتجاه وابتدي اشتري وانا مطمن، واشتري عند الدعم على طول ولا استنى شويه، وهكذا لما يحصل يعني فكره البرايس اكشن او حركه للسعر اشتري ولا ايه اللي يحصل. طبعا دي نقط احنا بنتكلم عنها. وعم داو دوت اخترع نظريه، النظريه دي احنا شغالين عليها بقى لها 100 وشويه سنه. هي فكره ان هو بيقول ان السعر بيعبر عن كل شيء. اي سعر بيعبر عن الشيء. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي لو فرضنا ان سعر اللحوم في السوق 150 160 جنيه للكيلو، ده انعكاس. انعكاس لايه؟ انعكاس لاسباب كتيره جدا انا ما دخلتش في تفاصيلها، بس هو في الاخر السعر قال ان في مشكله. السعر قال ان في مشكله. مره واحده الاسعار ابتدت تزيد من مستويات مثلا 120 130 140 150، يعني في زياده تعادت ال 20% في اللحوم. طيب اسبابها ايه؟ هو داو بيقول لك انت بص على السعر بس. بص على السعر بس، ما تبصش على حاجه ثانيه، هو ده هو بيقول كده. ما تبصش على حاجه ثانيه، لان انت اعرف ان السعر ده بينعكس نتيجه الاسباب، ولما الاسباب هتتحل، خلي بالك، ولما الاسباب هتتحل، يعني لما الاسباب اللي خلت السعر يزيد تتحل اوتوماتيك، السعر هينزل لوحده. يبقى انا كده لما باجي احلل ما ببصش على اي حاجه غير الرسم بس. والرسم هو انعكاس للاسباب اللي حصلت. بمعنى ايه؟ ان دلوقتي مثلا كيلو اللحوم طلع لغايه 150، طب ايه اسبابها؟ مع ان ده ملوش علاقه بالتحليل الفني، هو ده بيقول احنا مالناش علاقه بالاسباب. ده بيقول مالناش علاقه بالاسباب، احنا بنبص على الرسم بس. طيب لما السعر او لما الاسباب هتتحسن السعر هينزل. طيب نقول من ضمن الاسباب، او انت بتتكلم كتحليل اساسي، نقول من ضمن الاسباب مثلا ارتفاع في اسعار العلف والخدمه اللي بتتقدم والكلام ده. طيب لو الخدمه دي ابتدت سعرها يقل شويه، والعلف ده سعره ابتدى يقل شويه، فطبيعي ان الانتاج هيبتدي ايه يزيد. فطالما الانتاج يزيد يبقى سعر اللحوم تبتدي ايه تنزل شويه. فده قال ايه؟ مالكش دعوه بقى بالسبب، ما تبصش للسبب خالص، بص للسعر. اول ما السعر يبتدي ينعكس اعرف خلاص ان مع مرور الوقت السعر هيبتدي ينزل بالتدريج، يعني ينزل من 150 يبقى مثلا 140 130 120، ونشوف هيقدر يوصل لغايه فين. هو ده فكر عم داوود. عشان كده يعني من ضمن المبادئ بتاعته ان الاسعار تعكس كل شيء. في محاضره هنبقى نتكلم عنها، هي المحاضره الرابعه. عندنا في المحاضره الخامسه الاخيره، طبعا المحاضره الرابعه بالتحليل الفني، هنخش بقى في الانديكيتور، ونخش بقى في فكره الباترن والاشكال والانفورميشن باترن، الحاجات اللي هي الخاصه بالرسم البياني. ودي نحط استراتيجيه ممكن نستخدمها، ان احنا مثلا ممكن نجمع ما بين خطوط الاتجاه وما بين المؤشرات الفنيه، مؤشر مثلا زي الام اي سي دي اللي هو الماكب او الدرابكس ار او الار اس اي، ونقدر ندمج ما بينهم، وفي الاخر نقدر نوصل في الاخر بشكل او طريقه او استراتيجيه من خلالها نقدر نتوقع اتجاه السوق، سواء هيطلع او هينزل، سواء سوق او اسهم او سلع او اي حاجه ليها رسم بياني. المحاضرة الأخيرة هتتكلم عن الأسواق العالمية، وإزاي نقدر نستثمر في الأسواق العالمية.
والسوق العالمي هو المقصود بيه طبعا الاساس بتاعه اللي هو الفوركس اللي هي الفوركس اكسشينج، وسوق سوق العملات سوق كبير جدا بيشتغل 24 ساعه في اليوم، بيأجز ايام الويك اند بس اللي هي الجمعه، من جمعه للجمعه بالليل لغايه لحد الليل، يعني السوق شغال 24 ساعه. البورصه المصريه بتشتغل 4 ساعات ونص، من الساعه 10 الصبح للساعه 2 ونص الظهر. طبعا في ناس كتيره في مصر بتحب تشتغل في السوق العالمي على اساس ان هو سوق فيه فولاتيليتي عاليه قوي، تذبذبات كبيره، فبيقدروا من خلال التذبذبات ديت يستفادوا بالمرونه اللي حاصله في السعر. يعني السعر دلوقتي في هايبره، في السعر زاد بشكل كبير، فاللي كان شاري يبيع بيستنى لغايه ما السعر يحصل فيه كوركشن وينزل تاني، او يعمل عليه شورت سيلينج اللي هي البيع على المكشوف او بيع قصير الاجل. يعني في مجالات كبيره مفتوحه في الاسواق العالميه. نتكلم طبعا عن السلع زي الذهب والفضه، ممكن نشرح الفضه والاسهم والعملات، كلها العملات مقصود بيها مثلا الازواج، زي اللي انت مثلا ممكن تشتري يورو مقابل الدولار او جنيه استرليني او ين ياباني او فرنك سويسري. وهنتكلم طبعا عن العملات المشفره، بس انا مش من مدرسه ان العملات المشفره تعتبر استثمار امن، فهي هاي ريسك، مخاطر بتاعتها مرتفعه جدا، ان اسكيب. ما ينفعش نقول ان العملات المشفره هي تتبع لقواعد اقتصاديه وقواعد منظمه والكلام ده، لا خالص. ممكن نستخدم ان هو يعتبر سوق من اسواق القمار، لان هو مش معروف ابعاده بشكل كبير. الغرض من العمله المشفره عمليه من عمليات يعني تسهيل تحويل الاموال من الاول، يعني ده طبعا في الاول وفي الاخر، وكل الناس اللي شغاله في المجال عارفه كده، ده في الاساس. الموضوع بعد كده تحول لفكره مضاربه، فالناس بقت بتشتري العمله ديت على اساس ان سعرها بيطلع. البيتكوين كان سعرها من حوالي 20 سنه كان سعرها سنت او يمكن اقل من سنت، انا افتكر كان في اعلان ساعه ما طلعت ان هي كان كل سنت بيدي لك 10 بيتكوين. دلوقتي البيتكوين شغاله بحوالي 35000 دولار البيتكوين الواحده. طب ايه اللي خلى السعر يزيد قوي كده؟ طبعا ده نوع من انواع المضاربه العنيفه اللي خلت السعر يزيد. هي ليها نظام مالي يحكمها، زي مثلا انا بقول ان مصر مثلا بتطبع بنكنوت وعندها ناتج محلي، او امريكا مثلا بتطبع دولار وعندها ناتج محلي، فالدولار ده بيعادل الناتج المحلي. البيتكوين بتعادل فلوس حقيقيه، ما نقدرش نقول ان هي بتعادل قيمه حقيقيه، يعني ما نقدرش نقول الجزئيه ديت، لان الفولاتيليتي بتعلى فيها بشكل كبير جدا، يعني سعرها بيزيد بشكل كبير قوي. فطبعا ما نقدرش نقول ان قيمه العمله في المبلغ اللي اتدفع فيه. تمام، ده بالنسبه للعملات او سوق العملات المشفره. طبعا هنبقى نتكلم بقى عن السوق اللي هو المأمول ان هو يشتغل خلال السنين الجايه، اللي هو سوق العملات الرقميه، اللي هو وارد جدا كمان مثلا حوالي سنه ولا حاجه مصر تطرح عمله رقميه، والعمله الرقميه دي تبقى شغاله بشكل كويس، ويبقى ليها يعني معدل تداول يبقى عليها زي ديسكاونت. ده وارد على فكره ان هو يتعمل، ان انت ممكن مثلا لو رايح تشتري بالكوين اللي هي الديجيتال كوين ديت اللي هي العمله الرقميه، تشتري بيها حاجه، فممكن الشركه اللي انت بتشتري منها ديت تعمل لك ديسكاونت لما تستخدم العمله دي. وده بيحصل دلوقتي مثلا لما تيجي تستخدم كارد كريدت فبيدي لك ديسكاونت. فطبعا ده هيشجع الناس ان هي بدل ما يبقى معاها عمله ورقيه هتبدلها بعمله رقميه. هنتكلم برضك عن تحليل الاسواق العالميه والفاندمنتال بيشتغل ازاي في الاسواق العالميه، وهنتكلم عن الريسك وازاي نقدر نحقق مكاسب برضك من خلال سوق العملات، وهنشرح برنامج الميتا تريدر وازاي نقدر نستخدم ميتا تريدر في عمليه الشراء والبيع. طبعا هنستخدم في الدوره كلها هنستخدم برامج للمحاكاه، مش دعايه يعني للشركه، بس انا هستخدم برنامج مباشر اللي هو الديمو بتاعهم على اساس ان ده برنامج ايجابي. وفي البورصه المصريه برضك عامله مسابقه اللي هي الستوك رايدر، ده برنامج برضك محاكاه بيحاكي عمليه التداول بالنسبه للسوق المصري. والميتا تريدر في برضك جزء منه فري، من خلاله تقدر تشتري وتبيع بشكل وهمي. يعني كل اللي انا قلته ده بشكل وهمي، يعني ايه وهمي؟ يعني مفيش ارصده حقيقيه، يعني انت بتشتري وتبيع من غير ما يكون عندك ارصده حقيقيه او مبادئ ماليه موجوده تقدر من خلالها تعمل استثمار حقيقي. لا،
المبالغ الماليه اللي موجوده ديت مبالغ وهميه، يعني بيفتح لك اكونت كده يقول لك انت عندك مثلا مليون جنيه، انت المليون ده رقم كده حبر على ورق يعني مش حقيقي. هو بيقول لك انت عندك مليون جنيه على عايز تشتري بيهم تبيع بيه تبيع الاسهم اللي انت اشتريتها، المليون بقى مليون ونص، انت كده ما زدتش حاجه، انت بس كل اللي حصل ان انت مرنت نفسك وحركت ايدك ان انت تقدر تعمل عمليه شراء وعمليه بس. فده كان ملخص سريع يعني الدوره التدريبيه، مطلوب مني ان احنا نعمل سيشن كده نوضح فيها الامور ماشيه ازاي، واتمنى يعني يكون في استفاده. يعني هو الموضوع مش ملوش هدف مادي بالنسبه لنا شخصيا يعني، انما هدفي الاساسي ان الناس يعني اللي عايز يتعلم حاجه زي كده يحاول يعني يستفاد بالمعلومات اللي احنا بنقدمها، وممكن مع مرور الوقت المعلومات دي ممكن تشجعه ان هو يخش المجال تاني ان شاء الله بس. فاتمنى ان تكون وصلت لكم الفكره اللي احنا هنشتغل على اساسها، ولو في اي حد عنده استفسار انا ممكن ارد عليه دلوقتي. مساء الخير دكتور محمد. وليد ازيك عامل ايه؟ الحمد لو في لله. اي لو في حد من الشباب عنده استفسار انا ممكن 10 دقايق كده نرد عليه بقى. تمام، اولا حابب اشكرك جدا على وجودك معانا النهارده في البيزنس. اولا انا حابب اشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده دكتور محمد. الشباب معاكم وليد، رئيس مجلس اداره بيت العلم المصري والمسؤول عن تدريب البورصه. هتكلم معاكم بشكل عام عن الشق الاداري الخاص بالتدريب، ولو في حد عنده اي سؤال او استفسار اثناء كلامي يكتبه في الشات وهنجاوب على جميع الاسئله والاستفسارات. اولا التدريب بتاعنا لايف بالكامل مع دكتور محمد عبد الفتاح، وكمان هيتم تسجيل المحاضرات علشان تقدروا ترجعوا لها في اي وقت سواء اثناء التدريب او حتى بعد الانتهاء منه. كل محاضرة من محاضرات التدريب هيكون ليها ماتيريال خاصة بيها بحيث تقدروا ترجعوا لها مرة تاني، والماتيريال دي بتتبعت بعد كل محاضرة لايف، بيتم إرسال الماتيريال وبيتم إرسال كمان الريكورد بتاع المحاضرة. طبعا بندرس في البورصه زي ما وضح كده دكتور محمد، هو وضح بالتفصيل المحتوى العلمي اللي هيتم دراسته في كل محاضره من الخمس محاضرات. هنتكلم عن تحليل مالي، هنتكلم عن تحليل فني، هنتكلم عن البورصات العربيه والفوركس، هنتكلم عن العملات المشفره، هنتكلم عن السلع والاسهم بشكل عام، هنتكلم عن تحليل داو، وهنتكلم عن المخاطره اللي هتكون موجوده معاكم لو حبيت تستثمروا في البورصه المصريه. طب وايه الفرق بينه وبين البورصه العالميه؟ طب انهي افضل؟ طب انهي اكثر مخاطره؟ كل ده هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل خلال المحاضرات بتاعتنا. التدريب بتاعنا هدفه ايه؟ هو بيستهدف الاشخاص الطلبه او الخريجين اللي حابين يشتغلوا في مجال البورصه المصريه، او اللي حابين يميزوا نفسهم في مجال مختلف زي البورصة أو شركات السمسرة، فده هيكون مناسب ليهم بحيث لما يروح يعملوا أي انترفيو. التدريب طبعا بتاعنا هيكون عملي بالكامل، هيتم فتح شاشات تداول، هيتم عمليات شراء وعمليات بيع قدامكم. فالطلاب أو الخريجين اللي هم حابين يشتغلوا في مجال سوق الأوراق المالية هياخدوا سكيلز وهياخدوا خبرات كبيره جدا داخل التدريب. كمان التدريب كمان موجه للاشخاص المستثمرين اللي حاطين فلوسهم في البورصه المصريه او بيستثمروا في البورصه المصريه عن طريق طبعا شركات سمسره، انك تكون فاهم ايه القرارات اللي بتاثر عليك سواء بالسلب او بالايجاب. طبعا لان انت دلوقتي بتكون متعاقد ما بينك وما بين البورصه المصريه في وسيط اللي هي شركه السمسره بتاعتك، شركه السمسره او موظف ممكن يديك قرار، القرار ده يخسرك فلوس، فانت بتكون صاحب الفلوس، انت الوحيد اللي هتخسر الموضوع ده، فلازم تكون فاهم القرار اللي هو بيديهولك ده، هل هو عطهولك عن درايه كامله وعن خلفيه بالاحداث؟ طبعا انتوا عارفين ان في احداث كتيره جدا بتاثر في البورصه، ودي طبعا هنتكلم عنها في المحاضرات بتاعتنا باذن الله. التدريب زي ما قلت هيكون عملي بالكامل، هيتم فتح شاشات تداول وهنعمل عمليات بيع وشراء، وحضراتكم هتنزلوا برامج زي ميتا تريدر او مباشر او البرنامج الخاص بالبورصه المصريه اللي هو ستوك رايدر. كل البرامج دي تقدروا تحملوها وتقدروا تعملوا عمليات شراء او بيع بعد ما نشرح جزء جزء من اجزاء التدريب. طيب هدف البرامج دي ايه؟ البرامج دي بتدي حضرتك مبلغ زي مبلغ وهمي، المبلغ ده نقول مثلا 50,000 او 100,000، بتبدا تعمل بيهم عمليه البيع والشراء طبقا للاسعار الحقيقيه الموجوده في البورصه المصريه. يعني لو اتكلمنا النهارده كام في الشهر؟ النهارده 26/4،
لو النهارده الاسهم نزلت فهتلاقي اوتوماتيك في البرنامج بتاعك الاسهم نزلت، لو بكره 27/4 الاسهم طلعت فهتلاقي اوتوماتيك الاسهم في البرنامج بتاعك طلعت. انت بتبدا تاخد عمليات او قرارات الشراء والبيع عشان تقدر تتمرن نفسك كويس جدا، علشان لما تيجي تاخد قرارات فعليه بفلوس حقيقيه تكون عارف تاخد القرار بشكل صحيح. وعلشان برضو لما تكون موظف في شركه وتدي قرار لمستثمر تكون عارف كويس جدا ان القرار ده جه بناء عن ايه، يكون في شويه ابعاد كده بناخدهم في الحسبان، وده اللي بيأثر في قرارات الشراء والبيع. التدريب بتاعنا تكلفته 500 جنيه وبيكون يومين في الاسبوع، واليومين دول بيكون الاثنين والخميس من كل اسبوع. تعالى ناخد كده الاسئله الموجوده في الشات سريعا. دكتور محمد اللي هيكون موجود معانا. دكتور محمد، ازاي اقدر اشترك معاكم في التدريب؟ طرق الاشتراك متاحه في فودافون كاش والبنك الاهلي والبريد وبنك سي اي بي وفوري، وكل طرق الحجز دي هتتبعت لحضراتكم على شات الواتساب. الحجز متاح لامتى؟ الحجز متاح ليوم الخميس، يعني قدامكم الاربع والخميس، لان بعد كده البنوك والبريد هيكون قافل في الفتره اللي هي الخاصه بالعيد. التدريب هيبدا امتى؟ هيبدا ان شاء الله بعد العيد مباشره بمعدل يومين في الاسبوع زي ما قلت، الاثنين والخميس من كل اسبوع. ازاي حضرتك دكتور وليد؟ انا كنت مع حضراتكم في تدريب البنوك واستفدت منه جدا، وان شاء الله معاكم في تدريب البورصه. ان شاء الله يا احمد هتستفاد اكتر كمان في تدريب البورصه، ولو احتجت اي حاجه احنا تحت امرك طبعا. هل محاضره النهارده مسجله؟ مسجله. ازاي اقدر ارجع لمحاضره النهارده؟ هتتبعت لحضرتك على الشات اللي انتم موجودين عليه دلوقتي، في لينك هينزل بعد ساعه من دلوقتي عباره عن الريكورد بتاع محاضره النهارده، هتلاقوا فيها كل الكلام اللي احنا بنقوله. جمعه جابر، رسوم التدريب 500 جنيه. يوسف، محتاج تفاصيل تدريب البنوك من فضل حضراتكم. تواصل مع خدمه العملاء يوسف اللي كان بيتكلم حضرتك قبل البرزنتيشن اليوم، وهيوضح لحضرتك تفاصيل تدريب البنوك. بالنسبه للشهاده، عليها رسوم ولا هنستلمها ازاي؟ الشهاده هتاخدوا طبعا شهاده من الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، دي بخدمه شعار الجمهوريه، وهتاخدوا شهاده اخرى من بيت العلم المصري، وبيتم ارسالها عن طريق البريد او شركات الشحن حتى باب البيت. ميار المواعيد بتاعت التدريب هتكون مسائيه، هتكون الساعه 8 مساء، لان طبعا لو طلبه او خريجين هيكونوا شغالين الصبح، ولو مستثمرين هيكونوا برضو في شغلهم الصبح، فانسب معاك هيكون 8 مساء. شكرا لحضرتك، العفو. هل في كتب حضرتك تنصح بيها نقراها وتفيدنا كمبتدئين في المجال؟ ميار، خليني اقول لك ان نبدا الاول بالتدريب بتاعنا، وهمدك بكل اللي انت هتحتاجيه، مش هخليكي تتشتتي او مش هخليكي تدوري على حاجه تانيه. انا مدرس الناس بس مهتم بمجال البورصه والفوركس وعاوز اعمل شيفت كارير، هل ده ممكن؟ طبعا ممكن. الشهاده يبقى ليها رسوم خاصه بعد التدريب ولا من ضمن رسوم التدريب؟ لا، من ضمن رسوم التدريب، مش هيدفع فلوس تاني او رسوم تاني. في النهاية أنا بشكركم جدا وبشكر دكتور محمد مرة تاني، ولو في حد لسه عنده أي سؤال أو استفسار أنا ما جاوبتش عليه أو ما شفتوش، تقدروا ترجعوا لنا على شات الواتساب اللي حضراتكم موجودين عليه. وتقدروا، هل متاح تداول العملات الرقمية؟ إحنا هنقول لك الطريقة طبعا اللي تقدري تعملي بها تداول للعملات الرقمية. لو حد لسه عنده أي سؤال أو استفسار زي ما قلت، تقدروا ترجعوا لنا على شات الواتساب اللي حضراتكم موجودين عليه، أو تتواصلوا مع خدمة العملاء اللي كانت بتتواصل مع حضراتكم قبل برزنتيشن اليوم. شكرا لحضراتكم، ونلقاكم إن شاء الله في أولى محاضرات التدريب الفعلية. السلام عليكم.